يعني معانا امبابه والمطريه والاشرفيه. تعالوا بقى نقارن كل واحد فيكم بيصحى بيعمل ايه في يومه الصبح من الاول كده ما بيصحى لحد ما بينام، او ما بتصحي بقى الاجواء بتاعتك عامله ازاي ماشيه ازاي؟ اوكي، انا اول ما بصحى بدي ساعه هيك مع النسكافيه على البلكون، بعدين سبور او دانس مثلا، بعدين بعمل فوكاليز، بعدين بروح بمشي. يعني بتتمرني الصبح دانس؟ ازاي يعني؟ لا لا، ممكن يكون عندي كلاس دانس وممكن يوم تاني يكون عندي سبور. كل مره منظمه يعني وقتي عندك كثير كلاسز بخدمه. في حركات بتعمليها اول ما بتصحي مثلا لوحدك من غير مدربين؟ مديتيشن. مديتيشن بعمل تامل. مديتيشن yes. توتا برضه يعني مثل مثل كده. هو امبابه كلها هو مش بيتاكل مديتيشن. توتا بياكل الصبح. طب ده يومك الصبح؟ لا، وبالنص بحضر مسرح مصر على الغدا. الله، لازم. وانت يا اوزوس؟ احنا بنصحى نطلب كشري. يعني فول وطعميه طبعا، وشيبسي، بطاطس شيبسي. انت كنت اغنيه بقى. احنا امبابا اغنى من مطريه شويه يعني، فكان عندنا فول وطعميه وشيبسي. ايوه. وبعد كده كنت مثلا نقعد ناخد نسكافيه في البلكون. في البلكون. البلكون. بلكون. بلكون. يعني هي التيه اللي انت ما قلتهاش دي اللي خليتك. هي دي. مش بلكونه. بلكون. في المطريه بلكونه، احنا عندنا بلكون. بلكون. وبنعمل طبعا سبورتس بقى. ايه؟ مع يعني امبابا كلها سبورتس مع الشرطه. بتجروا؟ ها، يعني انتوا الرياضه زمان كانت عندكم بتجروا مع من الحكومه. مع الحكومه. كله بس يعني احلى فتنس بقى. الناس ما شاء الله صحتها عسل. جاري من امبابا للهرم عادي. يعني مش مشكله. وبالليل بقى، بالليل يا اسس تعملوا ايه؟ يعني بعد ما تخلصوا فقره الجري من الحكومه. بالليل بقى. بالليل بقى نشوف بقى اي حد معاه واسطه عشان يطلع الناس الرياضيين اللي اتقبض عليهم. وانت يا توته بقى في المطريه يومك كان بيبدا ازاي؟ كنت اصحى الصبح، امي مصممه ان المذاكره بتبتدي من 7 الصبح. تمام؟ فتصحيني 7 الصبح. فانزل اجيب الفطار طبعا عشان الفينو. لا، الفينو ده الفينو. انا كرهت الفينو. لا، انزل اروح عند عربيه فول كده اسمها عربيه عم توفيق. دي في موقف ميكروباصات. اوكي، بس كل السواقين بياكلوا، فعلى ما تجيب تبقى الساعه 12 ونص. يعني انا انزل من 7. هو بيقول كل السواقين، كل السليبرتي هناك. كل المشاهير بتوع المطريه على ما يجيبوا الفول من عم توفيق، فتوصل له فعلا 12 ونص. اجيب يا دوبك شويه فول كده واروح، وطعميه بقى وبتنجان وبتاع. كانت اسود لحظه في حياتي لما الطعميه تقع مني في الشارع. وايه اللي بيقع في الشارع؟ ما اعرفش والله العظيم. يعني هو دايما الطعميه بتقع في الشارع؟ مش دايما، بس هي كان يوم كده بيبقى عجيب. القرطاس، القرطاس الجورنان ده بيفك منه. والطعميه مغناطيس تراب. مش بفهم اللي هو ايه، عايز الم الدنيا فاجيب فبقت طينه. بعد شويه تلاقي الفول بتاع الطعميه زرع شجره، يعني فاهم؟ طب اعمل ايه؟ مش عارف اعمل ايه. دي طبعا من الحاجات اللي هي كنا بنحافظ عليها يعني. وانا بحاول اتكلم بالشياكه عن الفطار في المطريه. ده كده شياكه؟ واجيب العيش. بنص في الغدا بقى. واجيب العيش البلديو. البلدي. البلديو. الايه؟ عندنا بنسميه بلديو. 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 ونفطر، نغمس وناكل. غموس دي عادي ولا غموسه؟ النسكافيه عرفته في ثالثه اعدادي الحمد لله يعني. وبس كنت بقى اقف في البلكونه مثلا عشان لما احب اهرب من امي اقف في البلكونه. بص، هي بتعمل هي مديتيشن. انت بتقف ترجع عشان اهرب من بتقف ترجع في البلكونه. اقف اهرب والله العظيم. اقف في البلكونه اشوف البلدوه بقى بتلم الكراسي في الشارع. الشارع. والرياضه بقى؟ الرياضه كانت بالنسبه لي مذاكره يعني، واحد زائد واحد بتاع كده. دي الرياضه. دي الرياضه. لكن سبور بقى لا. لا، سبور دي مفيش. مفيش خالص. ما حصلتش يعني. عمرك ما لعبت اي رياضه في حياتك؟ يوم ما رحت عشان السباحه والحاجات دي لقيت الهمبرجر. ده هي مره. يعني لقيت الهمبرجر. لا، بس كنت بروح للهمبرجر النادي كتير. يعني مش يعني دي الرياضه بالنسبه لك. انت بتروح النادي عشان ياكل الهمبرجر. بس اكل الهمبرجر ومشترك همبرجر هناك. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.